السلام عليكم ورحمة الله. يرجى الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد. تم اليوم الخميس تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع أجمالي الإصابات إلى 231,176 حالة موزعة عبر التراب الوطني، حسب ما كشفه عضو رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورة. كما تم تسجيل 93 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد متعافين من فيروس كورونا إلى 130,991 حالة شفاء. في المقابل تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5,863 وفاة رحمهم الله جميعاً.